اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق انستغرام. قم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول الى الاسفل والبحث هنا على انستغرام خاص بكم، عفوا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط